كبيرة والمرة الثانية على التوالي، وأعتقد ما بتحصلش كتير يعني في البطولات القارية. فريقين كبار عندهم تاريخ، لكن يبقى النادي الأهلي صاحب الحظ الأوفر الأكثر في البطولات الأفريقية. الحمد لله بطولاتنا كبيرة جدا، إن شاء الله نحقق البطولة دي لجمهورنا، وبالنسبة لنا حاجة كبيرة جدا. الموسم نختمه بشكل كويس وبطولة كبيرة قارية، إن شاء الله تطلع بشكل كويس. وفي الأول والآخر دي رياضة. ورحب طبعا بالإخوة المغاربة، الحمد لله العلاقات طيبة جدا بيننا وبينهم. دي رياضة، إن شاء الله الأفضل هو اللي إن شاء الله. نهائي كبير، لاعب فريق محترم، فريق الوداد طبعا كل احترام ليهم. اتكلمنا في الأول وفي الآخر عن النادي الأهلي، وبنلعب على البطولة إن شاء الله، وربنا يكرمنا كده إن شاء الله ونحقق نتيجة إيجابية هنا في مصر إن شاء الله، لأن الماتش هناك مش هيبقى سهل طبعا. فربنا يكرمنا ان شاء الله بالبطوله 11، والجماهير طبعا هتساعدنا في الملعب، وان شاء الله ربنا يكرمنا ونحقق حاجه كويسه باذن الله. كل النهايات واحد، بس ده مختلف طبعا لان احنا خسرنا السنه فاتت نهائي افريقيا. فطبعا احنا السنه دي ان شاء الله ربنا يكرمنا ونقدر نحقق النهارده ان شاء الله الماتش ده، وربنا يكرمنا بالبطوله 11 ان شاء الله. اول ما صعدنا من ماتش الترجي هنا الحمد لله يعني مركزين، حتى ركزنا في الدوري وعدينا مرحله الدوري بسلام، والحمد لله خدنا 9 بونت ورا بعض وطلعنا متصدرين الدوري الحمد لله. ولسه لينا كان بقالنا فتره يعني كبيره بنحضر لماتش الوداد، وان شاء الله يعني نحضر بشكل كويس ومستعدين بشكل كويس، ان شاء الله ربنا يكرمنا ان شاء الله ويكرمنا في الماتش باذن الله. اكيد يعني ما يخافش انه جماهير هم اللي نصف الفوز تاعنا، هم اللي حفزونا، وكل ما نشوف يعني الملعب فيه ساعة اكثر يعني يعطيك حافز اكثر عشان تحس نفسك انك في بلدك وامام جمهور تاعك في ملعبك، عشان كده تلعب على الفوز بس، ما تلعبش على حاجه ثانيه. واحنا ان شاء الله نطالب من الجمهور يعني يكون معنا طوال 90 دقيقه، وان شاء الله ما خيبوش امل ان شاء الله. Every final is difficult against every opponent, so yes, it will be a difficult, tough game for both sides. It's a big team in Africa. It's in the final for the last 5 years, unless 1 year I think they skipped. وما كنتش تخوف انا، وانا لانه ديجا حتى واحد ما كان امن بينا في الاول، ولكن حنا يعني كلاعبين بيناتنا تحدينا الجميع وتحدينا راسنا هو الاولاني، وكان عندنا طموح من اول سنه اننا يعني نعاودوا لافينال، ولما لا ناخذوا المره الثانيه على التوالي. مباراة ما تكون سهلة، كنحتارمو الخصم ديالنا اللي هو خصم كبير، ولكن واقف اجواء هذه صراحه عشان ما كتبقاش تفكر لا في الجو السخون ولا البرد، صار ماكش تفكر في المباراة في اي طقس اي اجواء. فهادشي ما كيهمناش دابا، تمنايا نكونوا ان شاء الله جاهزين ونكونوا واعين بالمسؤوليه كنتهضرنا ان شاء الله، باش ما امكن نرجعوا بشي نتيجه ايجابيه ان شاء الله.